ترى الحل تقريرنا ليس أبيض، لكن نحن مؤسسة دستورية مهامنا مالية في الحماية، وهي يعني ماشي غير كمؤسسة دستورية، يعني كتجي تعمل حقوق الإنسان، شنو كاين؟ واش كاين تطور؟ وشنو كاين باقي خاص؟ اللي ما كيعملش هذه المقاربة ما كيمكنلوش يقيم حقوق الإنسان. ما كيمكنش تقول ديما حنايا عندك حل، وإذا عندك حل إذا حنا عندنا مشكل كمواطنين كجمعيات ولا كمؤسسات في الكبار على القضايا حقوق الانسان. اذا حنا في المؤسسه الوطنيه كنقوموا بمهامنا بالصعوبات ديالنا بالاشكالات ديالنا بالموارد البشريه اللي عندنا رغم كيخدموا يعني ساعات الى غير ذلك. اذا نحن مؤسسه كنقوموا بمهام حقوقيه اللي هي معروفه ضمن المعايير الدوليه. هل التزامات ديال الدوله ديالنا فيها تطور من حيث التشريعات من حيث الآليات ومن حيث الحمايه؟ حمايه حقوق الانسان شنو هي؟ هي انه مؤسسات كالمؤسسه المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي هي مؤسسه دستوريه مؤسسه ديال الانتصاف لكن غير قضائيه، ومؤسسه قضائيه اللي هي ديال الانتصاف، وعندك الحكومه اللي عندها ما نسميه واجب الحمايه ان كتدخل. اذا هذا النظام هذا هو اللي كنحملوا حنايا في تدبيرنا لحدث حقوق الانسان. ماشي كنقولوا لا هادشي ما كاينش وكنميكوا على شي حاجه، لا، الحاجه اللي سجلناها وتحرينا فيها وقلنا لا كنقدموها. هل هناك حالات لم نتحرى فيها؟ ممكن، يعني ما نقدرش نقول احنا حنايا الناس يعني اللجان الجهويه والاعضاء ديالنا اللي كاينين على المستوى الوطني والفريق اللي عندنا اللي كيخدم على الشبكه التواصل كل شيء دار ما يمكنش، ولكن عندنا الحالات الكبيره وكتشوفوا بانها كل سنه يتزايد عدد الصفحات لانه نطور المتابعه والرصد والتحري اللي هي مهام ديال حقوق الانسان. اذا ما فيش لون ابيض واسود، لا. هل علاش كنقول بان قدمنا معطيات؟ شي يقولوا حنايا بوير ولا حنا زوينين، لا، حنا نقولوا في المغرب في مصنع. الى جانب ان التقارير كذلك الدوليه يعني شنو كياخذوا؟ كناخذوا واحد لو تيتر وكنبقاو ندوروا، بينما واذا جيتي تقرا التقارير حتى هي كتعمل نفس المنطق. كاين اشياء اللي تطورات، كاين اللي ما اشياء ما تطورتش، وكاين اشياء اللي فيها اشكالات، نفس المنطق اللي عندنا حنا. اذا حنايا العلاقه ديالنا وانه نقدم للراي العام هذا التقرير ماشي قراء، والراي الدولي ليستعمله في كذلك تقييمه الى عدد من الاشكالات. التحليل ديالو والتكييف ديالو يعني هذه كتبقى سياسه حقوق الانسان نحن لسنا مسؤولين عليها. لاول مره المجلس الوطني في التقرير السنوي ديال وزاره الخارجيه الامريكيه يذكر المجلس كمصدر اساسي لثلاثين مره، بينما المنظمات الدولية التي تتكلم عليها يعني مثل المرجع رجعت لها في المصدر ديالها 6 ديال المرات. إذا حنا يعني ما بين 30 و 6 المرات. إذا هذا التقرير عنده أهميته فيما يخص الرأي العام الوطني الدولي. بالنسبة لي هذا تقييم عنده أهميته السياسية لدى الفاعل السياسي والفاعل الدولي في تفاعله مع قضايا حقوق الانسان او المهتمين بقضايا حقوق الانسان على المستوى ديال المملكه المغربيه. قلت لك حين كتقرا التقرير ديال السيد ديبارتمنت عندك 30 مره المصادر المعطيات ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان. 6 مرات عندك كيما رايت ووتش وانستي عندها راسك. بطبيعه الحال الحكومه اقل بكثير والجمعيات الوطنيه مره واحده ذكرت جمعيه واحده. اذا حين كنقراو هذا التقرير كنقراوها بهذا المنظور. هل يتم استعمال المعطيات التي نتقدم بها بقدر ما نتقدم لاول مره بقدر ما نتقدم بان تكون المعطيات ديالنا هي مصادر ديال التحليل ديال التقييم ديال الجهات الدوليه او وطنيه؟ نقول بانه نحن علينا ان نطور كذلك مقاربتنا لنطور المعطيات التي نقدمها للراي العام الوطني والدولي. إذن هذا هو أظن الأهمية
ديال التقرير السنوي بالتالي منذ هذه بدايه الولايه ننتظم في نشر تقاريرنا السنويه بخصوص حاله حقوق الانسان.